صدقي عمري وحياتي ما حسيت بالوناسة مثل اليوم. يا بعد قلبي يا محمد، وأنا بعد أنا ما أقدر أوصف لك شعوري، أحس كذي بطير بطير من الفرحة. يا عودة لا تطيرين، خليك بالأرض لا تطيرين، انطرتي بعد وين أصيدك. هيا تكفين لا تحجين منيرة. ألو، هلا حبيبتي، توني طالع من خالد. إيه بس بروح مشوار وبرجع على طول. لا لا ما راح أي شركة. أوكي الغالية، مع السلامة. نفا أخوي طلع خواف. لا ما أخاف. لا كل هذا ما تخاف. يبا كل ريايل الديرة يخافون من حريمهم، لا حد يقص عليك، كل الريايل خوافين. بس من حريمهم بس. قوة سهل، شو وقفتي كملي. لا انت اهم. تدري ان انا وايد احبك يوز. والله مصدق. زي سمعي ترى انا مشتي اتغدى برا، ايش رايك؟ ودي بس. بس شنو يعني الساعة 12 المفروض تقولي ابكر. ايه الدوام انا بالنسبة لي انتهى خلاص، الحين وقت الغداء والمطعم كاهو قريب، خل نروح. زين عطني 5 دقائق لما اقولها بتغدى برا. يلا تمام، وترى ابوك مش ها؟ شوف ايش يصير معك وبلغيني. تعبت يا محمد، تعبت. عمك ومرته ما خلونا بحالنا، خذوا كل حلال ابوك. شايف الفلوس هذه اللي يشتغل فيها عمك، هذه كلها فلوس ابوك حلالكم. لكن لولا الله ثم عبد الرحمن كان انا واختك بخبر كان. لا حول ولا قوه الا بالله، ما علي خالتي، لا ضيقن خلقك، تعوذي من ابليس ذكري الله. انت انسانه طيبه والله عطاك على قد نيتك، وهي نفس الشيء بعد، الله ما خلاها الحمد لله. أنا أدري إن عمي ظالم، تبلى عليك وظلمك، العم عبد الرحمن قال لي كل شيء، بس رب العالمين أكبر. محمد يما، الحين أنت تزوجت، كانت هذه البنت زينة معاك وطيبة وأهلها طيبين وزينين، تكفى لا تفرط فيها، دير بالك عليها، لا تستغلها، لا تتمصلح من وراها، هذه أمانة. لا توصيني يا خالتي، منيرة بعيوني إن شاء الله. واي محمد، ودي منيرة تدري إن إحنا أهلك، أصلاً أنا بروحي أحبها من قبل، هالنوبة تطلع مرت أخوي؟ إن شاء الله راح تدري، راح أقول لها على كل شيء، بس شوي شوي مو الحين. إن شاء الله.